ازيكم يا شباب؟ حسب تقرير لبزنس انسايدر ان رجال اعمال في امريكا او مليونيرات امريكا حاولوا السنه دي خلال فتره كورونا فيروس 282 بليون دولار. في نفس الوقت كمان حصل فتره تسريح ماله مهوله اوريدي في امريكا بس، ومش بس في امريكا، في العالم كله. طبعا الموضوع ده كان صعب جدا على ناس كتير جدا. ازاي اوريدي ناس كتير بقت اغنياء بالشكل الكبير وناس كتير اوريدي ما لقوش اوريدي اي شيء؟ طبعا ده بيطرح تساؤل ازاي رجال الاعمال قدروا يوصلوا للموضوع ده وقدروا يحققوا المبالغ المهوله دي. يعني ده مبلغ مش بسيط، 282 بليون دولار مش بسيط. المبلغ ده يا شباب للناس اللي بتتساءل وصل ايه، يعني هو مش فلوس، يعني الفكره كلها هي مش فلوس وتتحط في بنك، لا دي عباره عن اسهم. فعليا دي عباره عن ستوكس واسهم استفاد الناس او حصل استفاده كبير جدا منها وقت الريسيشن وصعدت بشكل كبير جدا، واصحاب الاسهم دول استفادوا بشكل كبير. طبعا في ناس كتير اللي مشتركين طبعا عنده اسهم في فيسبوك، عنده اسهم في كل في اماكن كتيره جدا، ومش شرط يكون عندهم طبعا شركات او ستارت اب او كده، لا ده ببساطه جدا عندهم استثمارات اوريدي في اسهم معينه. يعني واحد زي وارن بافيت بس قدر يكسب 600 بليون دولار او 600 مليون دولار من استثماره في كوكا كولا بس السنه دي، او الاسهم بتاعته في كوكا كولا السنه دي. طبعا الموضوع ده يخليك تستغرب ايه الطريقه اللي هو نجح بيها، واحد زي مارك ولا جيف بيسوس ولا واحد زي وارن بافيت ولا مارك ديلون. الناس دي اوريدي يعني لازم ابقى زيهم عشان اعمل كده اوصل للنقطه دي؟ لا. عندنا واحد توني روبنز، الراجل ده ببساطة شديدة درس استثمار 50 رجل أعمال، وعلى أساس ال 50 رجل أعمال دول اللي درسهم قدر يطلع فورمولا حلوة جدا ومعادلة الحرية المالية أو الذكاء المالي. من الآخر كده إحنا إزاي نقدر نعمل اللي بيعمله الأغنياء زي يعني، وحتى لو أنا مش غني. من الآخر كده قال لك ما توني روبنز الموضوع في الاول ان انت عندك حاجه اسمها الفاينانشال سيكيورتي. الفاينانشال سيكيورتي هي البيزك الاساسيه اللي انت بتصرفها نتيجه اكلك شربك الرنس السياره كل شيء. وهنفرض طبعا اوريدي ان المبلغ اللي انت بتصرفه ده كله سنويا، طبعا هنفرض ان احنا بنصرف مثلا 30,000 دولار في السنه. ده طبيعي. طبعا في ناس هتقول لك محتاج انت تدبل الموضوع ده عشان يكون عندك الفاينانشال سيكيورتي. هقول لك اه تمام، بس المعادله، لا المعادله بتتكلم على حاجه تانيه. هنيجي هنا كمان الفاينانشال فريدم، ودي مرحله اكبر من فاينانشال سيكيورتي، ودي بتشمل طبعا سفرياتك، مروحك، مجيك، اكلك، شربك، يعني بشكل كبير جدا مرحله اعلى من الفاينانشال سيكيورتي واعلى من البيزكس بتاعتك. وهنفرض ان انت بتصرف 45,000 دولار فيها في سنويا. هنيجي هنا توتال الفاينانشال فريدم، ودي اعلى طبعا من اعلى مرحله. وهنفرض ان انت في المرحله دي طبعا شامل كل استثماراتك، شامل كل شيء، ان انت بتصرف 75,000 في السنة. طبعا المحاضرة دي او بمعنى تاني احنا كلامنا كله على الذكاء المالي اللي ايه هنطبقه ازاي. هنطبق ان انا بصرف المبلغ ده اعمل بيه ايه. توني روبنز بيقول لك الاكيوميليشن فيز، او بمعنى تاني انت محتاج ان انت تتخيل فكرة الاكيوميليشن فيز دي، وانك كانك بتطلع جبل وبتوصل لمرحلة معينة بعدها خلاص كل حاجة بتبقى بسيطة جدا سهلة جدا. وده اللي بيعمله رجال الاعمال. من الاخر كده ببساطة شديدة انت بتوصل لمرحلة معينة وزي رجال الاعمال بيعملوها، بعد كده انت ما بتحتاجش ان انت تعمل اي شيء، الفلوس بتجيب فلوس زي ما بنقولها كده بالمصري. يعني طبعا السؤال هنا، انا عندي فاينانشال سيكيورتي تماما، توتال فاينانشال فريدم والفاينانشال فريدم، ايه بقى المعادلة؟ يعني اعمل ايه بالظبط؟ ما انا تخيلت الجبل. بيقول لك دون روبنز مش ما يهمش معاك مليون، 100 مليون، 5 مليون، 10 مليون، 20 مليون، هي معادله واحده، هي حاجه واحده وسؤال واحد ازاي اطبقه. للناس اللي عندها الفاينانشال سيكيورتي بيقول لك توني روبنز مثلا، شوف اللي انت بتحسبه او شوف اللي انت بتصرفه كبيزكس اساسي في السنه كلها، تضرب في 12 طبعا اللي هي في السنه شهور السنه، وبعد كده تضرب المبلغ ده في 20. طبعا احنا تخيلنا ان المبلغ الاساسي بتاعنا او فرضنا ان هو 30,000 دولار. طبعا على الاساس ده انت بتضرب المبلغ ده في 20، طبعا هيطلع لنا كام لو حسبناها بالآلة الحاسبة؟ هيطلع لنا تقريبا 600,000 دولار. ده اوريدي الاكيوميليشن فيز بتاعنا اللي عايزين نوصل له. هنيجي هنا لو عندك التوتال فريدم او الفريدم سوري فاينانشال فريدم 45,000 في 20 هتطلع 900,000، او التوتال فريدم عندنا 75,000 هنضرب في 20 هيطلع لنا مليون تقريبا و500,000. ده ببساطة شديدة المبلغ اللي يكون معاك اوريدي في الاكوموليشن فيز. طب السؤال هنا، هو المبلغ ده طبعا عشان نوصله مش هنحتاج 20 سنة؟ هقول لك ايوه هنحتاج 20 سنة. توني روبنز بيقول لك انت هتحتاج 20 سنة في الموضوع ده، مش مشكلة، بس اللي هيعمل تسارع الوتيرة وهيعمل تسارع للموضوع ده بشكل كبير جدا
الاستثمارات اللي انت بتعملها واختيارك للاستثمار بتاعك. اللي بينجح الاكيوميليشن فيز بشكل كبير جدا هو الاستثمار بتاعك فين، كستوك ماركت ولا فين بالظبط، فين، هل هي بونز، سندات، كجولد، ايه بالظبط. فعلى الاساس ده بيتم تحديد اوريدي انت الاستثمار بتاعك. فاحنا فرضنا لو وصلنا ل 900,000 اوريدي، وده النتيجه الرئيسيه بتاعتنا في الاستثمار بتاعنا، ببساطه شديده بنعمل بعد كده بنضرب، او بمعنى نستثمر من 900,000 والمبلغ اللي احنا قدرنا نجمعه 7%. 7% هيطلع لك اوريدي 45,000 او 63,000 اوريدي، ودي هتلاقي ان هي المصاريف بتاعتك الرئيسيه اللي انت بتصرفها في حياتك اصلا طول السنه، وهتلاقي ان 7% دي هي اللي بتكفيها من غير ما بتتعرض ابدا لل 900,000 طبعا. وده اللي على فكره اللي بيعمله كل رجال الاعمال اللي في العالم كله، سواء كبير صغير، ملياردير، بليونير، سوري، مليونير، بلياردير، اي كان، بيطبق المعادله دي، والمعادله دي هي اللي بيطبقها. طبعا ناس كتير بتسال ان طب الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه مش فيه خطوره؟ يعني فيه نسبه كبيره جدا من المخاطره. اقول لك ايوه طبعا، نتيجه الماركت كراشز، نتيجه الريسيشن والبول ماركت والايكونوميك جروث، طبعا كل دي عوامل احنا بنتعرض عليها، كل بنتعرض لها كل سنه. طب نتعامل معاها ازاي؟ الراجل ده اسمه ديلون. ديلون ده عبقري يا جدعان، واحد بيدير 160 بليون دولار كهيدج فاند، اكبر تقريبا صندوق هيدج فاند في العالم. الراجل ده بيقول لك ان في فورمولا احنا بنطبقها دايما في الهيدج فاند، وبيطبقها دايما المليارديرات في العالم، نتيجة اي يعني اي معادلة او اي مواجهة اقتصادية، او بمعنى تاني اي خطورة اوريدي بيتعرضوا لها بنقللها بشكل كبير عن طريق المعادلة دي وعن طريق الفورمولا دي. خلينا نفرض مع بعض ايه يعني التغيرات اوريدي في يعني التغيرات الاقتصاديه بتحصل لنا، سواء هتبقى جروث ويقابلها انفليشن، هيبقى ديفليشن مثلا وهيبقى هيقابلها ريسيشن. طب احنا ايه اللي احنا نستثمره هنا بحيث ان احنا نحمي نفسنا من الاخر كده؟ حلو الكلمه دي، نستثمرها نحمي نفسنا. وقت الجروث يا شباب بشكل بسيط جدا هتعتمد على الستوك، هتعتمد على البونز، هتعتمد على الكوميدي، كل دي اسعارها بترتفع في الحته دي في وقت الجروث. وقت الانفليشن العمله بتنزل او الدولار بينزل، وقتها بيقابله الكوموديتيز او الجولد بيرتفع. في وقت الديفليشن او وقت الهبوط عندنا اللي بيحمينا البونز من الحاجات دي، او الجفرن بونز طبعا، او البونز مقابله الانفليشن. وفي نفس الوقت كمان وقت اوريدي ريسيشن مقدار الستوك ماركت والفلوس او الستوكس بترتفع بشكل جنوني. بالشكل ده التوزيع ده بيخليك بشكل كبير جدا تقدر تحمي الاستثمار بتاعك في اللي انت في اي استثمار انت بتشتغل عليه. طبعا ديلون بيقول لك انا بوزع المحفظه بتاعتي او الاساس في الفورمولا بتاعتنا ان احنا بنوزع 25% على كل مرحله. حلو، ان لو واحد نزل الباقي يرتفع. طب هل هي ريسك؟ انت بتوزع ايه بالظبط؟ يعني انت بتوزع الفلوس ولا بتوزع ايه؟ قال لك لا، انا بوزع ريسك، لان الريسك مش هو الفلوس، يعني مش مقابل الفلوس، لان ببساطه شديده الستوكس الريسك بتاعها اعلى 3 مرات مثلا من اوريدي الكوموديتيز مثلا او من البونز. فالموضوع بيختلف بشكل كبير، يعني زي ما احنا شايفين كده الستوكس مثلا اعلى اوريدي كريسك. فطبعا لازم عشان تخلق التوازن ده انت لازم توزع على الريسك اللي انت اوريدي بتستثمره، او على مقدار المخاطره في الاستثمار بتاعك. فدي مهمه جدا المعادله. وعشان كده ديلون قال لك انا طلعت اوريدي بالاول ويذر بورتفوليو، المحفظه اللي هي شامله كل شيء. محفظه ديلون ببساطه هي تتكون من 30% ايكويتيز، عندك كمان اوريدي 40% سندات اوريدي طويله الاجل، في نفس الوقت كمان 15% سندات متوسطه الاجل او المدى، و7.5% كوميديتيز، و7.5% جولد. طبعا دي الطريقه اللي بيعتمد عليها كل رجال الاعمال في العالم في توزيع استثماراتهم وتوزيع ثرواتهم، بحيث انها ما تقلش ايا كان بقى واجههم ريسيشن، واجههم اي مشكله، واجههم اي معضله. لا، اوريدي الفلوس زي ما بنقول الفلوس هي اللي بتحمي بعضها، او الفلوس هي اللي بتحمي نفسها. فبالشكل ده بيحصل ايه؟ ببساطه شديده بيتم تحقيق 10% سنويا من اوريدي الاستثمارات اوريدي، او ايا كان مقدار الاستثمار بتاعك اللي انت بتعمله. في نفس الوقت كمان هيبقى 85% اوف ذا تايم، طبعا على مدار الوقت طبعا هيبقى اللوس بتاعتك هتشمل او تبقى 2%. طبعا الموضوع ده لناس كتير جدا بتسأل طب انا اتعلم الحاجات دي ازاي؟ يعني انا عايز اسال واحد مختص، انا عايز اعرف، يعني في ناس كتير عايزه تتعلم، عايزه تستثمر، عايزه تتطور في الحته دي، عايزه تعرف من غير ما يكون فيها مشكله او تخاف من الموضوع ده. عشان كده احنا عندنا هنا في اكاديميه بيبرو تريدر بنعلم اوريدي، مش بس نظام الاستثمار، مش بس ده، بنعلم اوريدي ازاي تستثمر فعليا وخاصه في الستوكس، وبندي كورسات كتير اونلاين في الحته دي.
وكوتشنج الموضوع كبير جدا. يعني احنا لحد دلوقتي عندنا تقريبا 1000، اكتر من 1000 فيديو بنتكلم على التداول وعلى الاستثمار. عندنا ناس كتير جدا منهم اوريدي، استاذ اسامه الزرعي في السوق الامريكي، عندنا استاذ احمد عبد التواب ابو مازن في السوق السعودي. الفكره كلها ان في فريق اوريدي مع متداولين محترفين يقدروا يعلموكم اوريدي ويقدموكم الدورات اللي ايه تتعلموا ازاي تستثمروا صح.